اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أم النهاردة سمك، ولما نقول خليها سمك أكيد بتركاية المغازي وبطعم تاني وبشكل تاني وبرضه تكلفة قليلة جدا، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. السمك النهاردة بتاعنا بوري من خير مزارعنا، هنعمله مشوي النهاردة على طريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم. البوري بتاعنا النهاردة الجميل الحلو، هنشوف ايه مشاكل الزفارة اللي فيه وازاي السمكة تبقى لطيفة وجميلة واكل كل حتة فيها بدون ما احس ان فيها اي زفارة. معانا بوري النهاردة هنعمله مشوي في الفرن. معانا شوربة السي فود النهاردة، ولما اقول سي فود يعني جمع، يعني اكتر من ثلاث حاجات، يا اما قشريات يا اما رخويات يا اما اسماك. احنا معانا شوية كاليماري وشوية كابوريا وشوية جندفلي، هتبقى شوربة لطيفة وبسيطة. ولكن مش قصة مكونات الشوربة، قصة اللون، الشوربة بيبقى لونه ابيض ازاي وكريمي ازاي واخدة القوام، هي دي التركاية، انما المكونات دي ما تشغلنيش. معانا رز النهاردة، هنعمل رز بالبصل والشبت، هيعجبكم ان شاء الله، لان سفرة عليها سمك يبقى عليها رز، ولكن رز مصري هنعمله بطريقه جديده النهارده. السفره كمان محتاجه طبق سلطه خضراء في ايام الصيف، يا اما الايس كريم يا اما السموزي يا اما العصير المثلج، وكمان السلطه الخضراء تطلع من الثلاجه فيها تبريد كده لطيفه، وخاصه اللي كانت محتوياتها خيار وطماطم وبصل والجرجير، ده مفيد جدا مع السلطه الخضراء. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، بما ان احنا خارجين من العيد، كل عام وحضراتكم بخير، وخليها سمك النهارده، ولكن بمدرسه المغازي بالتاكيد هيكون له طعم تاني وشكل تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا ازاي لما نقول خليها سمك النهارده بالتاكيد يكون لك لمساتك. انا مش بقول لك كل السمك بره، كليه في البيت، ولكن مشكله كل ست بيت بتقول لك السمك بيزفر لي المطبخ، ليه اعمله؟ طب ما انا اجيبه جاهز. بص بقى يا ست الكل، احنا معانا بوري النهارده. البوري ده يا اما ناكله سنجاري، يا اما ناكله زيت وليمون، يا اما ناكله مشوي رده، يا اما ناكله صينيه بالبطاطس. انا هعمله النهارده مشوي في الفرن بطريقه الخاصه، له زيت وليمون وله رده وله صينيه بالبطاطس. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب. بوري، الله، حلو ومن خير مزارعنا، 3 حبات في الكيلو، حبتين في الكيلو حسب الحجم. ومعانا ثوم وكزبره وكمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل طبعا، وما تنسيش شويه كزبره خضراء وكرفس يكون موجود معانا. المقادير بسيطه في متناول الجميع، ولكن تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بنجيب صينيه بنطلعها كده من الفرن، هي سخنه، بنخليها قدامنا عشان نكسب وقت والبوري يستوي معانا. صينيه مجهزه ان هي تخش الفرن، وده الطبيعي ان ممكن انت تعمليه عادي خالص. حلو الكلام. هناخد البوري الحلو ده كده يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا مخرجنا يا جميل، انا عارف انك بتحب السي فود. البوري الصغير انا بحبه، يعني بيقول لي البوري الصغير احسن ولا البوري الكبير؟ سؤال وجيه جدا ما تسالتوش قبل كده. دايما يقول لك انا عايز بوري كبير. لا بالعكس، البوريه طول ما هي 300 جرام 350 جرام احلى بكتير من الكبيره، خلي بالك. دي كبيره شويه، دي 400 تقريبا او 350. البوري ده حلو قوي، بوري صاحي لسه، اللهم صل على النبي. البوراية الصغيرة أحلى من الكبيرة لما تتشوي. طب صينية بالبطاطس؟ لا، خليكي مع البوري الكبير، تقطع جزل تبقى لطيفة وحلوة. نشيل دي من هنا اللي عاملة زحمة دي. حلو. وفي بوري تلاقيه 3 حبتين في الكيلو، في بوري تلاقيها 600 جرام. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعت السمك ده كده قبل ما نحطه في الصينية مع بعض. بنجيب بولة صغيرة زي دي كده، ونحط فيها شوية ثوم، الله، شوية ثوم، شوية خضرة من دي، كرفس على كزبرة على بقدونس، بجد يا شيف، قرن فلفل حار زي ده كده أحمر على أخضر، ونفرمه بالسكينة كده ناعم. انت هتعملي احسن مني لو دخلت المطبخ، بس جربي الطريقه دي، لان احنا السمك دايما يحب التجديد، يعني ايه، نغير من الطعم.
لان السمك واحد. بوري هتلاقيه كله شبه بعضه، البولتي نفس الطريقه، والبوري والبولتي هي الاكلات بتاعتنا اللي نقدر ان احنا ناكله مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع. ده فلفل حار بنحطه هنا كده زي الفل، شويه الملح الحلوين، والسمك ما يحبش البهارات الكتيره على فكره، مش بتعملي شاورما يعني، شويه الكمون وشويه الكزبره وبس. البهارات الكبيره بتلغي طعم السمكه دي. كزبره ناشفه، شويه كمون حلوين، شويه بابريكا حلوين، بس خلاص. هنشيل ده كله من هنا ونحط شويه شطه. الشطه الاسواني دي حلوه قوي، وانا في اسوان والاقصر الناس الطيبين اللي انا بحبهم. سبايسي، حلو الكلام. ايه التركيبة يا عم؟ مش ايه الجديد عندك؟ طاسة، اللهم صل على النبي، طاسة صغيرة الحجم بنجيبها ونعمل فيها كده ايه تركية حلوة. تعالي يا حلوة، حلوة، حطها على النار كده، بنحط فيها زبدة. بجد يا شيف؟ حتة سمكة بقى، ده زبدة، حلو كده انا مش هسيبها تسيح زي ما هي كده، واحط على الزبده دي معلقتين من الزيت. جربي جربي الطريقه دي. شويه زيت صغيرين، حلو قوي، واسيبهم على النار كده. حلو، الزبده تسيح مع الزيت، الزبده تسيح مع الزيت، حلو قوي. واحط عليهم شويه عصير ليمون. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. الخلطه دي زبده زيت عصير ليمون، حلوه. يبقى في حاجتين، اول حاجه جهزت التوابل دي اللي هي عباره عن ثوم مع شطه مع كمون مع كزبره مع فلفل حار، كل دول مع بعضيهم اهو. خضره تاني، كزبره خضره، شويه شبت صغيرين، حطيت فلفل حار، ثوم وشطه ناعمه، سبايسي شويه معلش، ده اختياري برضو يعني. والسمك اذا ما فيهوش طعم السبايسي او سنه السبايسي ما بياخدش الطعم. بالشكل ده كده، والثوم اساسي. وناخد اللي احنا حطيناه في الطاسه هنا، زبده زيت ليمون، زبده زيت ليمون، لغايه لما الزبده تسيح. حلو، زي ما هم كده. حلو، على فين يا عم الشيف؟ هنا، ده هو ده الجو. ينزل على الخلطه دي، شفت؟ هنا بقى الموسوعه. دي الموسوعه. الخلطه دي نخليها كده، نقلبها تقليبه حلوه. دي عباره عن ايه تاني؟ ايه ده؟ السمك موجود عندنا، بس اعمليه بالطريقه اللي انا عملتها دلوقتي. ده زبده وزيت وعصير ليمون، سيحتهم في الطاسه على النار، حطيتهم مع بعض على الفلفل والكزبره والشبت والثوم والشطه والملح والكمون. بقى دي الخلطه بتاعتي زي الفل يا عم الشيف. ناخد السمك الحلو ده كده بسكينه صغيره كده، ونمسك واحده واحده على ايدينا اهو بالشكل ده كده، خليها كده هنا قدام حضراتكم، وعندنا السمكة في ظهرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بنفتح الفتحة دي كده لغاية لما توصلي للسلسلة، ونحطها هنا. حلوة، نفس القصة. ونحطها هنا كده، حلو قوي. وهنا نفس القصة. الله الله على الريحة، أنا عايز الريحة دي بقى. الريحة دي بقى هنطفيها بالإيه؟ بالخلطة المغازية. الله على الريحة، هو ده. ده جو السمك في البيت. نفتح السمكة من ظهرها.
عينيا وناخد الخلطه دي عينيا. شفت الجو ده كده؟ سمكه شوى. الله تسلم ايدك يا شيف، والله حاجه جديده دي. شويتي بوري في البيت؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، هندخلها الفرن. ألف أنا وشفا للي ياكل. أنا بعتذر للأساتذة طبعا اللي هيجوا للاستوديو بعد مني، الأخوة والأساتذة المذيعين. هندخل دي الفرن. يا نعم العب، والله أنا عارف إنك هتقول كده. تعالوا مع بعض نقفل الفرن. طبعا عايزين تعرفوا حضراتكم إيه اللي حصل دلوقتي حالا. مخرجنا قال لي ما تدخلهاش الفرن، هي عجباني كده، واحنا لازم نسمع كلام المخرج. السمك على الفرن على البوتاجاز بالطريقه دي استوى تقريبا، هندخله الفرن ياخد وشه لطيف وجميل، ولكن هي التركيه ان الطاسه تكون سخنه او الصينيه اللي بتحط فيها السمك مع التتبيله اللي انا عملتها بوجود الزبده والزيت، اكيد الطعم في حته ثانيه. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ايه حكايه شوربه السي فود اللي بنشربها بره ما بتبقاش زي اللي في البيت. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لحكايه شوربه السي فود. بجد بنتسال لغايه دلوقتي على السوشيال ميديا، شيف مغازي الله يبارك لك، يوعدك بزياره النبي يا راجل يا طيب، احنا بنحبك. عايزين نشرب شوربه السي فود في البيت زي بره. بره بيبقى لونها ابيض، لونها كريمي، لونها لطيف، الكريمه مش قاطعه، الشوربه مش قاطعه، الشوربه طعمها مختلف. تعال نعمل شوربه السي فود في البيت بمكونات بسيطه جدا، ما تهمنيش ايه هي، يهمني المضمون، ازاي اطلع باللون القوامي اللطيف الجميل. مقاديرها على الشاشه، كابوريا حبه 2 3 مفيش مشكله، شويه كاليماري، شويه جندفلي، اهم حاجه نجمع ما بين القبائل الثلاثه. القبائل الثلاثه، البحر ده فيه قبائل، الشريات قبيله، الرخويات قبيله، الاسماك قبيله. هناخد واحد عنصر من كل قبيله ونعمل بهم شوربه السي فود. حلو كده؟ بدون مسميات. قشريات ممكن تغنينا الكابوريا عن الجمبري. رخويات كاليماري يغنينا عن الصبيط والحبار. عندنا السمك في قشر بياض او ممكن فيليه بولتي ايا كان اللي موجود عندك. المقادير بسيطه في متناول الجميع. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. الاهم من الشوربه ازاي ما يكونش فيه زفاره في السي فود بتاعي، وخاصه لو هتاخد حليب وكريمه. نعمل ايه؟ هو ده الكلام. طاسة شديدة الحرارة على النار، معايا شوية مستكة، مش شوية يعني 5 6 حبات مستكة، حبهان ورق لورا، حبهان ورق لورا ومستكة، وطاسة تسخن كده بمعلقتين من الزيت ومكعب من الزبدة. نعم يا غالي ملبوري خلاص، ده انت بص دلعته اخر دلع. تبص عليه في الفرن. حاضر يا فندم، حاضر. مخرجنا عاشق للسمك. بص بص على البوري، بص على الحلاوه. استنى ما اظبط النار. ده انا هعمل تركايه دلوقتي جامده جدا اللي يقعد لاخر الحلقه. لا لا لاخر الحلقه. ايوه مش هقول ايه هي، في تركايه هتحصل هنا مع ترتيب العمل علشان حضراتكم تقعدوا لاخر الحلقه. الريموت كنترول اللي في ايدك ده يا اختي سيبيه من ايدك خالص، الله يبارك لك. حطيه في الاوضه الثانيه عشان يبعد عن ايدك وعن الولاد الصغيرين عشان ما يجيبوش القنوات اللي عليها العاب ليهم. هنحط الفص المستكة. حلو، والحبهان وورق اللورا، ونسيبهم في الزبده والزيت كده ناخد طعمهم. معايا في حله على النار بتغلي فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل، ده الطبيعي. حلو الكلام. دي حبيبتي فيها جزره متقطعه وشويه كرفس وميه بتغلي كده، يقعدين الكرفس مع البصل والثوم بيدوني شويه شوربه حلوين. حلوه قوي. ايه اللي اتحمر هنا يا عم الشيف؟ المستكه
مع الحبهان مع ورق اللورا، دي أول خطوة. بننزل ببصلاية ناعمة، فص ثوم ناعم، عايزين نعمل شوية شوربة كده إيه يتشربوا، وما نحمرهمش يعني ياخدوا لون بسيط جدا عشان ما يأثرش على طعم الكريمة ولون الكريمة. حلو الكلام؟ وهم بيتحمروا قدام عينيا بالشكل ده كده، اهم حاجه الحبان والمستكه وورق اللورا. حلو الكلام. تعالوا نشوف السي فود هنعمل فيه ايه. معانا الكابوريا، الكابوريا ما تتغسلش، الكابوريا تتغسل وهي سليمه زي ما هي كده، بنسقطها هنا. تتغسل وهي سليمه، طالما شلت الكفر بتاعها ده ما تجيبيش عليها ميه عشان طعم الفوسفور فيها واليود يبقى فيها. كابوريا مفيش منها مزارع، الكابوريا دي من البحر، فلازم طعم اليود يبقى فيها. دي كابوريا. حلو. والكفر ده هناخده، عايزه انا في قلب الشوربه. حلو قوي. عندي اللهم صل على النبي شويه جندفلي، بسموها اسكندرانيه عرايس، على حبتين جمبري حلوين تايهين في وسط الجندفلي. الجمبري ما فيهوش لازمه طالما في قشريات زي جندفلي او كابوريا بالشكل ده كده. معايا حبايه كاليماري حلوه لطيفه، كاليماريا دي مجمده، لو في طازه تبقى انت احسن مني مفيش مشكله. بنقطعها بالشكل ده كده، ناخدها كده كل ده مع البصلة والتومة والمستك. نفس القصة. الشوربة دي لها طشة، طشة المغازل السي فود، عبارة عن كرفس، كزبرة، توم. ده كل السي فود بتاعنا في قلب الحل. هنشيل كل ده من هنا عشان نشوف ايه الخطوة اللي بعد كده، ونقلب دول كلهم مع بعض. الله، شفت اللون الفوسفوري طلع ازاي؟ شفت لونه الكابوريا في قلب السي فود؟ هي الاسد. اهم حاجه التركايه الاولى اللي هي في البدايه خالص، طاسه شديده الحراره فيها معلقه زيت ومعلقه زبده، حطيت المستكه، حطيت الحبهان، حطيت الورق اللورا، الصوت ده يجوع، الصوت ده يوجع القلب. شايفين رجول الكابوريا مع ظهر الكابوريا مع كفر الكابوريا مع الجندفلي مع الجمبري مع الكاليماري، كل ده. العب يا سمك. حلو قوي. ناخد الماء المغلي وليس ماء، دي شوربه. الشوربة دي مهمة جدا. ولازم تكون بتغلي بس خلاص، ونسيب السي فود يغلي ويستوي. نقف محطة هنا نسميها محطة الإبداع. ايه هي بقى؟ طاجن سي فود ميكس. حلو الكلام. رز بالسي فود. مكرونة بالسي فود. دي عادي، هي نفس التركيبة. طاجن سمك أحمر، هنحط معلقتين معجون طماطم أو طماطمية مبشورة. طاجن سمك سي فود أبيض، هنحط كريمة لباني ومش هنحط طماطم. هي معادلات بسيطة كده أهو، طالما إحنا وصلنا للأساس خلاص. ده شفت سؤال جالي من الكنترول، ممكن نعوض الكريمة اللباني بدل الدقيق؟ لا ما ينفعش خالص، هتبقى الشوربه لها طعم تاني. شوربه السي فود عدلها وبهجتها وسعادتها في معلقتين كريمه لباني مع الحليب، بس امتى؟ في الاخر خالص بعد تسويه السي فود. هنسيب السي فود يستوي كده زي الفل ونروق الدنيا، لان مطبخك في السمك بالذات لازم يكون رايق، عشان لازم تقعدي على السفره في وسط ولادك
عشان تسمعي كلمتين حلوين. هنغطي الحلة بتاعتنا دي كده ولا نخليها مكشوفة؟ مخرجنا دايما يحب يطلع على حاجات. حاضر يا فندم. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير لان ده لازم يغلي كله مع بعضه. اشريات مع رخويات ثلاث قبائل الاثنين مجتمعين عشان يدونا في الاخر طبق قيمة غذائية عالية جدا، طبق فسفوري بعد لحمة العيد وزحمة العيد. خليناها سمك النهارده ولكن بتفاصيل صغيرة وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا حكاية الشوربة لنا موقف معاها. احنا قلنا في محطة هنا السي فود معايا جاهز بيستوي على النار، ولكن نتكلم عن ثلاث حاجات مهمين جدا. تقطيعة السي فود في الشوربة لازم يكون لها تنسيق كده كلها مع بعضيها، دي رقم واحد. رقم اتنين، وجود المستكة مع الحبهان مع ورق اللورا وتحميرهم في معلقة زيت وزبدة، دولت منعا تاما لأي زفارة في السي فود. أنا واقف جنب الحلة اهوت، طعمها وشكلها وريحتها زي الفل. حلو الكلام. إضافة هنا بقى الكلام، عايزينها شوربة حمراء، هنحط معلقة معجون طماطم أو طماطمية مبشورة مضروبة في الخلاط تكون ناعمة عشان تفاصيلها ما تبانش في الشوربة، وتاخد برضو معلقتين كريمة لباني. عايزاها شوربة بيضة، شوربة السي فود المعتادة اللي هي لونها أبيض، هنحط هنا نص كوب من الحليب مع الكريمة اللباني. مخلوطين بمعلقة من النشا، مخلوطين بمعلقة من النشا، دي شوربة السي فود بتاعتنا. وهنعمل لها الطشة بتاعتها اللي عبارة عن كرفس وكزبرة. خلينا نعمل شوية رز دلوقتي لأن السفرة دي بجد محتاجة لشوية رز. بس الرز بتاعي النهاردة مش هتلاقيه لا في مكان، لا في مطعم ولا في أي مكان في الدنيا، لأن في تركاية محصورة للشيف المغازي فقط حصريا. رز مصري مغسول واتغسل واتصفى ومنقوع معانا. صف منه المية، بصلايه ناعمه وفص توم، بصلايه ناعمه وفص توم ومعلقتين زيت ومعلقه من الشبت. تعالوا شوف هنعمل الرز ده مع بعض ازاي سريعا. التركية دي مش موجوده غير عندنا وبس. معلقه الزيت الصغيره. طبعا الكل دلوقتي فيلسوف هيقول لك يعني ايه التركية؟ هيعمل ايه يعني؟ جايب سمكه وقار مثلا ولا همور وسلقها وهيعمل بها الرز؟ اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. بصلايه ناعمه عليها فص ثوم ناعم، تحميره حلوه، اللهم صل على النبي. حلو الكلام. وهي بتتحمر كده يا عم الشيف عليها الايه، سنه الشبت الصغيره. ما نكترش، حرامي ده بيسرق الطعم. انا عايز بس اغير طعم البصلايه في الرز، فدت لها معلقه شبت صغيره، خلي بالك. وحمر كده زي الفل. مكعب زبده يساعد على احمرار البصله سريعا، مدرسه المغازي. تعلميها دي، تقعدي تحمري في البصله ساعه وايدك توجعك من التقليب والغاز يخلص وتقف في المطبخ كتير والبصله مش عايزه تتحمر، تقولي يا البصله دي لحمه جملي ولا ايه؟ مكعب زبده في حاله تحمير البصله يساعد على احمرارها وتبقى شقرة اللون. حلو الكلام؟ حاضر يا فندم. كده كده هنطلعها من الفرن دلوقتي. مخرجنا بيقول لي عايز اشوف السمك. عاجبك انت رصة السمكة كده في الفرن والجو الحلو ده. تعالوا نعمل الرز. ناخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده. وبنحطه على الخلطة اللي أنا عملتها دي كده. ونخلوهم يتقلبوا مع بعض كده يتعرفوا على بعض. أنا عايز اللي بيشاهدنا دلوقتي وبيشوفنا في كل أنحاء العالم، الفضائية المصرية متشافة في كل الكرة الأرضية، القناة الأولى متشافة في كل العالم، كله دلوقتي يفكر يقول لك الشيف المغازي هيعمل إيه؟ هل هيحط يا ربي من شوربة السي فود على الرز؟ هو كده يعني، ما إحنا عايزين نشرب الشوربة دي مع السي فود اللي بيغلي ده. طب هيجيب منين؟ ما هيحط مية كده، الرز ده مش هيبقى له طعم، كأنك عامل كشري. شفت البصلاية راحت فين؟ والتومة راحت فين؟ وانا شغاله، ومعلقه الشبت الصغيره راحت فين؟ واسيب الرز كده يتحمص على النار ويغني ويقول عطشان يا سمراني اسقيني محبه. حلوه وانا شغاله. حلوه زي الفل. الملح، نظبط الملح.
كمان شوية كمان شوية، تقليبة صغيرة تقليبة صغيرة كده. الرز جاهز. حلو. أخبار السيفود إيه؟ أخبار السيفود، الله إيه الحلاوة دي يا شيف، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. لا والله السيفود أنا مش هقرب منه بصراحة. السيفود خليه بالسيفود كده طعمه وشوت الشوربة الحلوين نخلص. لا 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 خالص. آه شوية الحليب تمام، خدت اللون الابيض الحلو ازاي الشوربه اهي، شفت هو ده، شفت ده كده. هتاخد معلقتين نشا بس مش دلوقتي، مع الكريمه اللباني وخلص الكلام. انا بس بحمص الرز عشان في تركايه هنا دي مهمه جدا، وحقوق الطبع لدينا، وبس دي برشه فلفل كده على الشوربه. والله انا مش بحب الفلفل الابيض مع السيفود، بحب الفلفل الاسود. البعض بيستخدم فلفل ابيض دودي مدارس، انا بحب الايه؟ اخبار الرز ايه؟ حلو قوي. يلا بينا يلا بينا على بلد المحبوب، تعالوا نطلع السمك من الفرن. اللهم صل على النبي. استوى السمك؟ اه. جاهز؟ اه. بص انا اعمل ايه بقى، مخرجنا جميل، تستاهل تستاهل الابداع ده. لا 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 دلعني دلعني بالله عليك، دلعني دلعني. هو ده هو ده. شفت بقى الرز؟ شويه رز تدور في الكتاب مش هتلاقي، تدور في الكراس مش هتلاقي، تدور على جوجل مش هتلاقي، هتلاقي فين؟ المغازي. هو ده. الله الرز عطشان هنا زي الارض العطشانه كده لما نسقيها. اهو بص هو ده خلاص. شرب السيفود وطعم السيفود وخبره السيفود وتومه السيفود وطعم السمك البوري من خير مزارعنا بس خلاص. اه زي الفل تمام. نزود الميه بتاعتنا عيارنا العادي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضنا. بصراحه انا لو قاعد على السفره والله العظيم هاكل الرز وما هاجي جنب السمك. أنا أخدت طعم السمك في الرز خلاص. وغطي الحلة اللطيفة دي وأسيبها. الله ألف هنا وشيفة للي ياكل. نغطيها ونغرف السمك بتاعنا. حلو الكلام؟ أه. سيرفيس حلو زي ده كده، يستاهل البور الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ مكانها هنا كده. سمك بوري مشوي في الفرن. وأهم حاجة نفتح ظهر السمكة عشان الطعم والفليفر يخش جوه عند السلسلة. ألف هنا وشيفة للي ياكل. ناخد شوية الخضرة الحلوين دول مهمين دول على فكرة، ناخدهم نحطهم كده على الوش. الله مش محتاج، هو السمك مش محتاج أي حاجة خالص، ولا برزنتيشن ولا عصير ليمون ولا، خلصت. أي إضافة هتغير الطعم، خلي بالك زي ما هو كده. شوية الرز بس دول يطلعوا من النار. ألف هنا وشيفة للي ياكل. خلص الكلام. نكمل موضوع الشوربة؟ حاضر يا فندم. بس خليني احط لك السمك ده في حتة حلوة عشان تعرف تدلعه. هو ده. تعالوا مع بعض نكمل حكاية الشوربة. معانا الطايم قد ايه يا شباب؟ حبايبي. اخواتي. الله ايه ده؟ حتى ربنا مبارك في الوقت. كل طول ما احنا بنشتغل بضمير وبقلب الوقت بيعدي ايه حلو. قاعدين بقى ومستنين الوقت يعدي ودنيا هتعدي الساعة كأنها سنة. خلي بالكم اشتغلي كده وضيعي الوقت في الشغل والإبداع والتفكير وازاي نبسط الناس، حتى تلاقوا القعدة الحلوة ما بتطولش. قاعدين مصالين وبنضحك كل حاجة، تلاقي الوقت عدى بسرعة. طب قاعدين نبص لبعضينا بيعدي الوقت كأنه سنة. اه حلو الكلام؟ حلو. السمك كده جاهز زي الفل. أنا ممكن أعمل حاجة لطيفة يعني، معايا ليمون، ليمونه زي دي حلوه كده. اه
كل ده انا بضيع وقت شويه على الرز بتاعي ما يستوي. هاخد الليمونه دي يا عم الشيف. الله، هي دي عداله صراحه، اللي ياخد بوريايه يجي عصر عليها ايه فص الليمون ده. عادي، ده اختياري برضه. في ناس تحب الحمضيات مع السي فود اكتر، في ناس تحبه في المعقول، ده برضه اختياري. الشوربه خلاص خلصت حالا دلوقتي، هغرفها لحضرتك. هي شويه الكريمه وشويه الحليب وخلص الكلام. تجيب بوله صغيره، شويه النشا الصغيرين دول كده، مش هنحط ميه، لا، هم شويه حليب بس خلاص، ونقلبهم. والشوربه بتغلي، خلي بالك، لها قوام ولها اصول. بص بقى الحلاوه، بص على الجمال، بص على الجمال، هو ده. ونضرب كده كمان شويه، خلص الكلام، خلص. نروق الدنيا كده، نحط الكريمه اللبانه بتاعتنا. الله، العب السمك. روح شوربه سي فود، الكريمه اللبانه، خلص الكلام. التقليبه الحلوه دي كده، الله، هو ده. تعال يا جمرياي، انت في غيرك؟ اطلع بالحله. حلو الكلام ده، شوربه السي فود بتاعك، شويه الكرفس الحلوين عليها. الله الله، الف هنا وشفا للي يشرب. يلا نقدمها مع بعض، خلص الكلام. قدمها فين يا عم الشيف، تستاهل والله. الله اكبر. نطلع بالشريات الاول، سامعين الصوت ده كده؟ الله، انا ما يهمنيش المكونات، انا يهمني طعم الشوربه. مكونات زي ما قلت لحضراتكم، بناخد من كل قبيله عنصر، يا اما قشريات والرخويات والاسماك. الله اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، الف انا وشفا. عدل الشوربه دي يا عم الشيف، ممكن لو انت بس بتقدمي الشوربه دي رز ابيض، لا رز صياديه ولا حاجه، هو رز ابيض مع الشوربه دي، او مكرونه سباكيتي. بجد؟ سباكيتي او رز ابيض. الف انا وشفا. خليها مكانها فين دي حبيب؟ زي ما هي كده. حاضر يا فندم. تعال شوف الرز اخباره ايه. خلاص يلا انا خلصت. الرز اخباره، انت قلت له 10 دقايق، بيعدوا بسرعه عليه كده. الرز اخباره ايه؟ يلا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ الرز اخباره ايه؟ بص على الرز يا ويلي. لا لا، كل ده كوم، وشوية الرز دي الكوم. شفت الحلاوه دي؟ الله، اللهم صل على النبي. حلو قوي. نغرف الرز ده؟ يلا نغرف الرز ده. الف انا وشيف اللي ياكل برضه. يستاهل والله. كل السرافيز لو هي بشكل السمك تبقى حلوه، زي ده كده مثلا. الله، دوري في الكتاب، دوري في الكراس، مش هتلاقي الطعم ده. الف انا وشيف. خلص الرز، طبق السلطه بتاعتي، مكوناته من قلب التلاجة، خيار متقطع، طماطم، بصل، جرجير، دايما مع السيفود بيبقى له
مذاق تاني وطعم تاني. شوية الرز عاجبيني قوي على فكرة، فيهم خبرة طهوية بالشكل ده كده. العود الروزماري ده برزنتيشن عادي اتحط كده، قرن الفلفل ده اتحط كده، يعني الشكل مطلوب. عود الشبت ده كده، ألف هنا وشفا، سلايز ليمون ده كده. طيب نعمل السلطة يا شباب، قولوا لي أنا مش عايز أجي على الوقت. طيب السلطة الخضراء مكوناتها على الشاشة قدام حضراتكم، تشكيلة من الخضار، معانا خيار ومعانا طماطم ومعانا جزر ومعانا جرجير، كل ده متقطع وجاهز. يا بختك يا شيف، مساعدين بتوعك شطار، بنعمله سريعا مع بعض كده وبنغرفه ونقدمه في طبق. هو مش هياخد وقت غير ان انا اقدمه في طبق، ولكن نصيحة، بتعملي طبق سلطة يفضل انك تتبليه قبل الاكل مباشرة، عشان احنا في الصيف والسلطة لما بتقعد متبلة كتير في جو الصيف ده بيبقى شكلها مش لطيف، وهي طعمها بيبقى حلو كل حاجة، بس بيبقى ايه شكلها مش لطيف. خلي بالك ده مهم جدا على فكرة. تعالوا نعملها بسرعة مع بعض. اهو سيرفيس زي ده كده حلو، وناخد الخضار بتاعنا اللطيف ده كده، طماطم مع فلفل اخضر متقطع مع خيار برضو مع طماطم، انا مش بحب الجزر قوي بس ماشي يلا، وبصل اخضر او بصل بتقطع جوانح بالشكل ده كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا جرجير، ناخد الجرجير الحلو ده كده بشخصيته، تحط في الطبق ده كده عشان اللي حابب ياكل الجرجير كده معاها، وده السلطه بتاعت اللطيفه الحلوه اهي. شفت الجو الحلو ده كده، وهي رشه زيت زيتون عليها بألف هنا وشفا. ادي السفره بتاعتي، فيها بساطه فيها سهوله فيها مرونه، وكمان الجديد هنا انك انت عرفت ايه التركايه بتاعت شوربه السي فود، رشه زيت زيتون على السلطه اللطيفه دي كده وبألف هنا وشفا. سفره بسيطه سهله طعمها مختلف، مش مكلفة، ولكن فيها فكر طهوي. قصة عمل الرز بالطعم ده بالتأكيد هيكون مختلف معاكي. شوربة السي فود بقوامها بشخصيتها بالقشريات بالرخويات بتاعتها، عمنا البوري اللطيف من خير مزارعنا اللطيفة اللي بنصدره للدنيا كلها، اتعمل بتكنيك عالي لطيف، وشوفنا التركية بتاعته. الطاسة لازم تكون سخنة أو الصينية، وياخد التتبيلة مع الزبدة والزيت. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.